أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يدافع عن النصارى أو اليهود ويقول لا تتكلم فيهم فإنهم بشر مثلنا وهم يعبدون الله ونحن نعبد الله؟ هذه ردة عن دين الإسلام. إن كان مسلما هذه ردة، إن كان إنه من الأصل كافر هذا من أسهل ما يقول. نعم، ليس بعد الكفر دم. فهم لا يعبدون الله، من قالك إنهم يعبدون الله؟ يعبدون الشيطان، يعبدون الله. لو كانوا يعبدون الله لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، أحسن الله إليكم. أما أنهم بشر مثلنا، نعم هم بشر، لكن البشرية ما تكفي، كلام في الدين. نعم.